طب هنروح بس الملعب المباراه، معلش احنا عندنا حاجات كتيره عايزين نوري الجماهير بكل حاجه، لان اتحاد السله مانع الجماهير، لكن بيقول ان هو الجماهير تخش الحميلي بطاقات الاتحاد. هنروح لزميلنا احمد كوان من ملعب المباراه ونشوف معاه ايه الجديد. معاك ايه الجديد يا احمد؟ بشكرك واجدد لك التحيه زميلي العزيز خالد العظم من جديد، وشكرا موصول لضيوفك الكرام نجمات وشابات الاهلي النهارده البطلات. سنكون يكون معي ملك وجمانه. ملك بحييكم على المباراه، مباراه كبيره جدا، مباراه كانت صعبه، مبروك على البطوله. يمكن النهارده الاهلي بيحتفظ باللقب للمره الرابعه على التوالي، بهنيكم بجد على هذا الانجاز. الحمد لله. انا معاكي انت الاول، قولي لي انت كنت المباراه كانت شايفاها ازاي؟ بصراحه احنا كنا يعني احنا كنا شادين حنا قوي، واتمرنا كتير جدا عشان الماتش ده كان اهم ماتش، يعني كان مهم جدا جدا عشان كنا عايزين نكسب، عشان بصراحه الاهلي ما ينفعش ياخد غير المركز الاول. بصراحه الاهلي لازم ياخد المركز صراحه كده. لكن احكي لي مباراه الشوط الاول، كان سجال كان رايح جاي بين سبورتنج، ويمكن سبورتنج بدا بدايه قويه جدا. هو بالظبط الثالث هم كانوا كسبانين، بعد كده بقى احنا الشوط الرابع من اول الشوط الثالث في نصه احنا اللي فضلنا بقى كسبانين طول الماتش لغايه ما كسبنا في الاخر 3 بوينت. مباراه اخرها كان صعب، اخر يمكن اخر دقيقه دقيقتين كان فيها مفاتيح اخر 4 ثواني بالظبط. كنا الكوره كان الماتش هيروح مننا، فاحنا كنا على اعصابنا كلنا، اللي هو يعني احنا بزاي يعني احنا مجتهدين الماتش كله وخايفين وعمالين نتمرن من اول السيزون، واحنا اهم عندنا بطوله مرتبط عشان احنا النتائج بتاعتنا تبقى مع الفيرست تيم، فطبعا الفيرست تيم تبقى معانا فلازم يشجعونا وبتاع. فاللي هو احنا جينا في الاخر اخر 4 ثواني احنا كنا هنموت، احنا كنا خسرنا كنا يعني هنزعل بطريقه، بس الحمد لله يعني ربنا واقف معانا، وكانت مباراه يعني صعبه جدا بس الحمد لله عدت على خير. اكيد. لكن انا هتكلم معاكم برضو ازاي ما قادرين تحافظوا على كم انتصارات من بدايه المباراه، بدايه البطوله، فوز على مدينه نصر، فوز على الصيد مره ومره، فوز على الجزيره، والنهارده بتفوزوا على سبورتنج مرتين، شيء عظيم. عشان احنا ايد واحده ما شاء الله، بس كفايه وفرقه واحده كلنا، وفي عناصر كتير جدا كويسه بطريقه رهيبه، ما فيش حد وحش، كلنا ايد واحده، ما بنتفرقش عن بعض ابدا ابدا. وايه احنا لازم كنا احنا اصلا كنا احنا المفروض فرقه واحده كلنا، فطبيعي ان احنا لما نبقى ايد واحده لازم هنشجع بعضينا، حتى الجول سكور او البارل سكور مش مشكله، دي المره دي فرصته احسن، المره الجايه تبقى البارل سكور، المره الجايه فرصته احسن بكتير، عشان كده احنا كلنا لازم نبقى ايد واحده علشان لما نكسب لازم نبقى اللي هو احنا كلنا يعني اللي هو مشجعين بعض، فدي حاجه حلوه جدا في الاهلي، دي ميزه كويسه جامده جدا في الاهلي، في كل الفرق من الناشئ يعني من صغرنا خالص لغايه لما نكبر فيرست تيم كلنا ايد واحده، فدي اهم حاجه عند النادي الاهلي، لازم تبقى الفرقه كلها ايد واحده، دي اللي بتخلي الانتصارات بتعلى اكتر بينا. ايد واحده مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. بشكركم. يمكن ايد واحده من هم صغيرين، ايد واحده من اول بدايه هذا المشوار الى ان انتهى بطلا لهذه البطوله، ايد واحده من دور ال 16 تفوقا على مدينه نصر رايح جاي، تفوق على الصيد مره ومره، تفوق على الجزيره رايح جاي، تفوق على سبورتنج رايح جاي، امكانيات كبيره جدا من شابات بجد ابطال ونجوم للنادي الاهلي، ولكن لسه مستمرين معاكم. تعالوا اتفضلوا، تعالوا على الهوا. ازيك؟ اخبارك ايه؟ يا رب. اسمك؟ حور عبد الظاهر. حور. وانتي؟ جانا معوض. زينب. حور؟ جانا معوض. زيانه. جانا معوض. جانا معوض، ما شاء الله. احكي لي النهارده تفاصيل المباراه، شايفينها ازاي؟ لا واحنا طبعا يعني لعبنا كويس، والكابتن كان بيشجعنا، واحنا كنا لازم نكسب عشان حتى نخلي الفيرس مستريح، وعشان دي دايما يعني البطوله بقى لها 4 سنين معانا، فما ينفعش تغيب عننا، واحنا فرقه قويه طبعا. بجد؟ والله. وانتي كمان احكي لي النهارده تفاصيل المباراه، كنت خايفه بعد المباراه؟ لا هي بصراحه المباراه كانت حلوه، وكان في حتى يعني كنا حاسين كنا ماشيين في الاول بوينت يعني، ما كناش سابقين قوي، بس بعد كده الحمد لله سبق يعني عدينا البوينتس كتير وكده، بس الحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا سبورتنج. كالعاده مبروك. الله يبارك في حضرتك. مبروك. سبورتنج والاهلي دايما نزاع كبير جدا بين الفرقتين اللي يفوزوا اللقب، صح؟ طبعا حتى في كاس مصر في الفيست في كل حته. بس مين بيكسب؟ الاهلي طبعا. الاهلي. مبروك. مبروك. اكيد هيك الحديث مهم من شابات الاهلي بكل ابتسامه بكل فرح، الاهلي بطلا للمرتبط تفوقا على سبورتنج الغريم والمنافس التقليدي له في كل البطولات، يمكن دي اهم واخر الاحداث لدينا. كابتن خالد، لك الكلمه ولك بكل جديد اول باول.